نظم العشرات من مكتتبي سكنات عدل 2 ببلدية العطاف غرب ولاية عين الدفلة وقفة احتجاجية أمام الموقع المخصص لبناء مشروع 1200 وحدة سكنية، رافعين لافتات كتب عليها شعارات تطالب بضرورة الإسراع في انطلاق الأشغال على أرض الواقع. الانشغال تاعنا المتعلق بسكنة عدل 2 مشروع ثاني، الانشغال تاعنا والمتعلق بتأخر كبير في الإنجاز. انطلاق الأشغال تاعو كان في 2013، إلى يومنا هذا رانا مسدين زوج فواطير، واحدة فيها 60 مليون وواحدة فيها 40 مليون. والي ولاية عين الدفلة رد على انشغالات المحتجين وأكد لهم بأن بداية الشهر القادم ستعرف انطلاقة الأشغال من طرف المقاول. بالتراضي هكذا، التراضي هذا لازم له موافقة الحكومة. الحكومة مدت الموافقة تاعها. ودروك واش رانا في الإجراءات الأخيرة باش يمضيوا العقود تاع الإنجاز. صافي في انتظار تكون إن شاء الله هذا الشهر، إن شاء الله هذا في نهاية الشهر مع بداية سبتمبر. وأنا هذا ملف لنتبعه شخصيا. وتبقى هذه المساحة على حالها في انتظار التجسيد الفعلي لمشروع بناء 1200 مسكن في إطار برنامج عدل 2.